النبي مع منهج سورة فتحة ومعاه توجيه للعلم اسمه اقرأ ومعاه سورة المزمل اللي بتقول له صلي كتير بالليل. وانا بقول لكم يا جماعة رمضان فرصة ان احنا نصلي كتير بالليل ونقلد النبي صلى الله عليه وسلم. كان بيقوم لغاية ما تتورم قدماه، كان بيقوم صلى الله عليه وسلم لغاية ما السيدة عائشة تقول له يا رسول الله هون عليك، قمت كتير قوي قوي قوي. يا جماعة انا بستغل فرصة ان يا ايها المزمل قم الليل واقول لكم ما تيجي نختم القرآن في قيام الشهر ده ونقلد النبي صلى الله عليه وسلم. ايه يعني لما تقوم بجزء يعني وتمسك المصحف هياخد قد ايه يعني مهما خد، بس قم الليل حس ان انت واقف بين يدي الله وقائم بين يدي الله وقايل قلد النبي صلى الله عليه وسلم. شوف النبي عشان قيام الليل يعدي على عبد الله بن عمرو بن العاص ويقول له يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. اوعى تبقى وحش زي اللي كان. شوف النبي لما يقابل عبد الله بن عمر بن الخطاب ويقول له نعم العبد انت يا عبد الله لو كنت تقوم الليل تبقى ما حصلتش، بيقول لك فكان عبد الله لا يترك قيام الليل بعدها. شوف النبي لما يقابل ابو ذر الغفاري ويقول له يا ابا ذر لو اردت سفرا، لو عايز تسافر اتعد له العده؟ قال نعم يا رسول الله. فقال له فكيف بسفر طريق القيامه؟ طب كيف بسفريه القيامه؟ يا ابا ذر احكم السفينه فان البحر عميق واكثر الزاد فان السفر طويل. قال فماذا افعل يا رسول الله؟ طب انت خوفتني اعمل ايه يا رسول الله؟ قال صم يوما شديد الحر ليوم النشور وقم ليلة في ظلمه الليل لظلمه القبور وحج حج لعظائم الامور. صلوا بالليل يا جماعه، قوموا بين ايدين ربنا وقوم الليل وابكي وادعي واسجد بين ايديه وتبتل اليه تبتيلا زي ما سوره المتزمل بتقول. ما تيجوا نختم في صلاه السنه دي، تمسك المصحف كده وتصلي بيه او تروح تصلي التراويح بجزء عشان تختم القران في رمضان وتبقى صليت قائم وقلدت النبي وتبقى عملت واحده من الاربعه. ما هي الاربعه دي للنبي، لينا احنا كمان. ما هو الاربعه بتوع النبي ايه؟ اتعلم وما فيش نهضه من غير علم، قوم الليل طاقه روحيه وما فيش نهضه روحية، اتحرك واشتغل واعمل يا أيها المدثر قم فأنذر، وإحنا محتاجين ديا والمنهج عندنا القرآن عندنا والفتحة عندنا.